بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن هون عليك الأمر، ثم علل قال إن الله معنا، ولا ريب أن هذا مقام رفيع جدا، ذلك أن الله جل وعلا ذكر صفيه وكريمه موسى وقومه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فقال في قضية موسى وأصحابه قال أن موسى يقول كلا إن معي ربي سيهدين، فمعية الله الخاصة النصرة هنا كانت وقفا على موسى ولم تتعداه تعديا عاما، وإن كان فيها بعض التعدي على قوم موسى، فعبر عنها موسى بقوله كلا إن معي ربي سيهدين، ولم يقل كلا إن معنا ربي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الغار شملت المعية الصديق رضي الله عنه، فعبر عنها صلوات الله وسلامه عليه بقوله كما حكى الله عنه لا تحزن إن الله معنا، أي معي ومعك، أي معي ومعك، وإن كان الأمر في شيء من التباين بلا شك، لكن المقصود أن في هذا تزكية للصديق رضي الله عنه، وبيان لعلو مكانته ورفيع درجته عند الله جل وعلا. وهنا تعجب أن يوجد من فرق الضلال من يثرب على الصديق بهذه الآية، فإذا قلنا لهم أين موطن التثريب، قالوا إن الله قال لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه، قالوا إن الله أنزل السكينة على رسوله ولم ينزلها على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولا ريب أن هذا فهم معوج. لماذا فهم معوج؟ لأن قول الله جل وعلا في الأول إن الله معنا دليل ظاهر جلي على مشاركة الصديق رضي الله عنه في المنقبة، في منقبة الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل النبي كما قال موسى إن معي ربي سيهدين، فما بعدها دلت هذه عليها، فما بعدها دلت هذه عليها، فكما أشركه في المعية فهو علي رضي الله عنه وأرضاه مشترك مع النبي في السكينة، وإن لم تأتي الآية بها، على أنه ينبغي كذلك أن يقال إن من العلماء رحمهم الله من قال إن قول الله جل وعلا فأنزل السكينة عليه المقصود على أبي بكر، المقصود على أبي بكر، وقالوا إن النبي كانت السكينة تغشاه أصلا، والحزن والخوف دب في قلب أبي بكر ليس خوفا على نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وإنما من كمال شفقته على نبي الأمة، لأنه يعلم أنه إن هلك رضي الله عنه وأرضاه دينه سيبقى، لكن الدين آنذاك والدعوة معلقة في تلك الفترة فقط بالنبي صلى الله عليه وسلم، علقها الله كذلك، فكان همه الخوف والشفقة والوجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سكينته عليه. قال الزمخشري رحمه الله ومن وافقه من العلماء وهو عندي قوي جدا أن السكينة نزلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان أحوج إليها، فهذا معنى قول الله جل وعلا فأنزل السكينة عليه. وإن قال كثير من العلماء إن المقصود النبي صلى الله عليه وسلم و الصديق رضي الله عنه تبع له، وحجتهم في ذلك أن الضمائر بعد ذلك كلها تعود على الرسول، ونقول من حيث قواعد اللغة لا ينفي ذلك أن يقع بمعنى أن تكون فأنزل السكينة عليه جملة معترضة، ثم قال الله جل وعلا وأيده أي نبيه، وأيد الله نبيه وأيده بجنود لم تروها، وقول الله جل وعلا وأيده بجنود لم تروها يدخل في المقام الأول من تلك الجنود الملائكة رضي الله، الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ذلك أنهم لا يرى. نأتي للمشهور عند العلماء بعض كتاب السير قضية الحمامة، قضية بيت العنكبوت، هذا وإن لم يثبت سندا بقوة إلا أنه لا يوجد عقلا ما يرده، لا يوجد عقلا ما يرده، وقد يكون في هذا خزي للقرشيين للكفار، أن الله جل وعلا لما ذكر بيت العنكبوت قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، فجعل الله جل وعلا أوهى البيوت وأضعفها به ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا رد على القرشيين وبيان لقدرة الرب تبارك وتعالى واحتفائه بنبيه صلى الله عليه وسلم.